عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نسمع ناصر بوش ماذا يقول. يقول بالماضي كان لازم يروح ولكن ليس بهذه الطريقة. تعالوا نسمع ماذا يقول. أتمنى من أخوان وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وأهلا بجمال. جمال بالماضي ما يلقاش على رأس المنتخب، أكيد قدم استقالته. ضمن أنه الأحسن لجمال هو أنه يمشي، وبعد السعادة اللي شاهدت الجزائريين في دولة كل الإحصائيات مع جبل الماضي تتويج واحد، لكن إقصاء من كأس العالم ربما هذه شيء عادي في كرة القدم، وإقصاء مرتين من كان ضمن أنه كان على جمال يرحل، لكن ليس بهذه الكيفية. شفنا الاختصاصيين في كرة القدم يتكلموا أنه كأن الناس كانت تنتظر هذا الإقصاء المبكر باش كما قلت أنت اليوم يخرجوا السكاكين. وفي كرة القدم وفي الرياضة ماشي هذا، لا نتعامل مع ناس ربما اللي كان فيه إخفاق. هذه رياضة تفوز اليوم وتخسر غد كما يفهم، تكون كل يوم أشياء جديدة، لكن ماشي بهذه الكيفية.